هنا في منطقة إفرسن بأعالي جبال بلدية ولاد عوف بولاية باتنة، يقضي السيد عيسى بن سالم يومياته كفلاح ينتج الخضر والفواكه بمختلف أنواعها بعزيمة وقوة الأصحاء. هذه اليد، اليد ماشي اليد ديالي تخدم، قلبي اللي يخدم، هو اللي يخدم، ما عنديش مشكل الحمد لله. ونخدم، لا عسينا ما عمل صعيب، خدم في الحياة طلب الناس بزوج يدين وما تخش تخدم في العمل، بالك بيد واحدة، بيد الحمد لله. إرادة فولاذية قهرت الإعاقة، لكنها لم تستطع مواجهة صعوبات الوضع في قرية إفراسن، وعلى رأسها انعدام الطريق، ما يحول دون تمكن الفلاح عيسى من تسويق منتجاته المختلفة. الاشكال الكبير اللي انا نعانيو منه بزاف هي الطريق، الطريقه ضرت لنا بزاف، الطريقه ولات كارثيه، بحيث انه الجرار دي فوا بالك الجرار يعجز انه يطلع عليها. هنا لو كان يطيح لك واحد مريض ما تخش دير الطريق، لو كان المنتوج تاعنا باش نسوقوه نعانيو فيه، والله صدقني نعانيو فيه. التجار ما يجيبوكش، يقول لك يا اخي الكريم الطريق لا غالب ما كاش، تراكتور مول تراكتور باش يجي يقيم لك، سمعت ولي شغل تخدم على التراكتور تخدم على الترونسبور. وبالتالي نطلبوا، شوف الطالب الوحيد اللي نطلبوه من السلطه المحليه وعلى راسهم سياده الوالي، انه يتدخل ويفري لنا المشكل تاع الطريق هذا ما كان. فهل ستستمع الجهات الوصية لنداء هذا الفلاح الذي قدم بذراع واحدة ما عجز عن تقديمه الكثيرون؟